هنضيف دلوقتي احنا تيبل تمام. انتيتي. احنا اوكي كده بنعمل ريليشن صح ليه؟ او بنعمل تيبل جديد عشان نعمل ال ARD ريليشن. تمام. اوكي already named او موجود already named بس ما اتحذفش. التيبل انت تقريبا كنت عامله دلته من اتدلت على من الشاشة بس هو الموديل موجود. انا فهمت. بالظبط. هو بوكينج فين بقى؟ بوكينج او شيب يعني مش خلاص عارف. كده اتدلت، كده اتدلت تقريبا. هو موجود، هو موجود بس مش موجود على الدرجة. بس خلينا نرجع كنترول زد كتير قبل ما اعمله ده، قبل ما اعمل اي حاجة. نيو انتيتي رينيم تمام. اتريبيوت اول حاجة بوكينج اندرسكور ان اي دي ماشي. هو عمله انت تمام. هو برايمري كي كده، هو برايمري كي. البوكينج ده مربوط بنوع من بالمستشفى ماشي. هو حجز بالظبط، مستشفى، حجز في مستشفى معينة فهياخد اي دي المستشفى دي. تمام. فاحنا هنكتب بوكينج اندرسكور اس اي ال اندرسكور اي دي. هو مزح بس اندرسكور اي دي ماشي. بعد كده انت هتضيف بس انا بص يعني هقول لك على حاجه، بلاش تكتب في الهوست بوكينج هوستال اي دي، بلاش تكتب بوكينج لان هي خلاص خليها هوستال اي دي بس ماشي، لان احنا اوريدي في تيبل البوكينج. ما هو فانا رايح بتكتب كده. ليه؟ الأفضل بتكتب كده علشان لما بتيجي طيب تنقل طيب ماشي، مش تيبل. هنختلف. ما انا بقول لك ليه، من الحته اللي انا شفتها في كود، ان انت لما بتيجي تكتب ريليشنز انت ممكن تكون معاك التيبل ده ماشي، معاك التيبل ده والتيبل ده مثلا تمام. وانت الاي دي هنا نفس الاي دي، هتلاقي الهوسبيتال ده مثلا غير الهوسبيتال ده مثلا، فاهمني؟ ف هي بتبقى كده. فعاوزنا بص اشرح لك، ما عنديش مشكله يعني، انا ما عنديش مشكله، بس انا بقول لك مش قصدي هي تعمل معايا ما عنديش مشكله خالص. اهي بص الفكرة فيها من برضو من الشغل الكتير فيها، يعني أنا بشاور بيها على تيبل معين، في التيبل ده اسم الكولوم ده في التيبل اسمه إيه عشان أبقى عارف أنا رايح فين وجاي منين، فاهمني؟ فأنا أقصد بده اللي هيدور على اسمه إيه البرايمري كي اللي اسمه بوكينج هوسبيتال أي دي هيلاقيه فين؟ مش هعرفه، لكن لما اكتب اسم البرايمري نفسه اللي موجود في التيبل بتاعه هيتعرف، يعني دي الفكرة بس. اوكي بقى يا باشا، ده هنغير الكاركتر بتاعه نخليه انتجر انتجر. اوكي برايمري كي ستريم كده هيربط البوكينج بده وبده تمام، وبي ايه بالبيشنت صح كده. بس في حاجة كمان جدول البوكينج جدول محتاجين بقى التايم الوقت اللي حجز فيه اللي ديت دخل فيه واللي خرج فيه. بالظبط. start booking تشيك ان ديت او ارايف ديت مثلا يبقى start افضل start زي ما تحب، المهم تبقى واضحة بس. date تمام. end date okay. وايه تاني؟ التوتال لأ، العملية ممكن تتربط بالعمليات او بالفحص. اي تربط لا هيبقى ليها سب تيبل اسم البوكينج ديتيلز ماشي، لسبب ان انا ممكن يتعمل حاجه او اكتر، ممكن يتعمل اكشن او اكتر صح، يعني ممكن يتعمل له عمليه، ممكن يتعمل له فحص، ممكن يتعمل له كذا اكشن، فبالتالي هو هيحصل له كذا حاجه يعني صح. اوكي ماشي خلاص. استنى نجوي بس الكالر يعني الكالر، بس نحط اللي مثلا ده لأ خلينا هنا ماشي. هن كوبي هن بيست نيجي هنا. أعتقد إن الدوام الأول عشان الناس لو هتقعد
يكون افضل لها. نيو تيبل انتي اوضف ايه؟ ديليت رينيم بوكينج ديتيلز. بوكينج ديتيلز ده مربوط بالبوك اي دي. ماشي، انا هضيف اول حاجه الانتيتي بوكينج ذا سكور ديتيلز اندر سكور اي دي. وبعد كده انت محتاج، انت معايا يا محمود؟ اه انا معاك، بس بنزل ابلكيشن ده سكور جميل الصراحة، طلع لقيته فري. تمام، اي دي بروكينج اي دي، ده ودوت مع بعض. ماشي، ده وده مع بعض. مربوط ده بقى ايه؟ ده مربوط بعيادة ولا لا؟ ده مربوط بأكتر من نوع، يعني ممكن يخش لا عيادة. مربوط بسيرفيس، هيبقى سيرفيس مش هي يعني، خلاص هو داخل المستشفى ممكن يبقى يتربط بسيرفيس بقى، خدمة بتقدمها المستشفى، ماشي، مع لان السيرفيس دي انت في حتة واحدة اعتبرها معمولة. انا بس بنفكر سوا، اعتبرها معمولة، هي اوريدي معمولة اصلا عندي، خلاص. ماشي، فاعتبرها معمولة يعني، يبقى في سيرفيس السيرفيس اي دي. اوكي. سيرفيس اي دي او سيرفيس اي دي. ماشي، اوكي ماشي. سيرفيس اي دي اندرسكور اندرسكور اي دي. اوكي، طيب دلوقتي عشان نعمل ريليشنز بس ناخد صح ولا انا بقول غلط يعني؟ فكر معايا برضو بصوت عالي يعني. ماشي اوكي. بس يعني هتبقى هو انت عارف، هو ده هو الطوارئ مثلا فيها خدمات، يا اما مثلا يعمل كشف مش عارف ايه، يا اما يركبوا له ايه حاجات كده، صح؟ انا بقول لك بس على قد فهمي ومداركي شويه يعني. هنعمل بس ريليشنز، نربط الريليشن الاولانيه اللي هو هنعمل كده ونختار سوري فورين كي فوق ونسلكت على ده ونروح ضاغطين على ده كده دبل كليك ونضغط هنا. هيقول لك التيبل بتاعه، هتغير التيبل للهوسبيتال فهو يديتكت الاي دي ده بالاي دي. طن خلاص، ورا بعض دي. شفت الأسماء لما تبقى متشابهة بقى بتتعرف إزاي؟ تبقى أفضل شوية. اوكي تمام، هو كده ربط ده. تمام تمام هتحط بقى ايه تمام الكونديشنز بتاعته. المستشفى بالنسبه للبوكينج هي اكتر 0 اور 1 او اور ميني. تمام اوكي، يعني المستشفى فيها حجز او ما فيهاش. وان تو لا، 0 بالظبط. اور 0 اور ميني ممكن ما يكونش فيها. ماشي. تمام، تمام تمام صح. طيب نيجي تاني على الهوسبيتال. الهوسبيتال بالنسبه ليها لا 1 تو اور اونلي، يعني لازم يكون لها، لازم تكون مربوطه بالمستشفى. البوكينج لازم يكون مستشفى على الاقل واحده. تمام، هي واحده اصلا يعني. تمام تمام، هنعمل الريليشن اللي بعدها فورين كي من فوق وننزل على البيشنت. تمام، نضغط هنا كده ونضغط اديت ديزاين، نختار تيبل البيشنت. بيشنت فين اهو؟ البيشنت اي دي، بيشنت اي دي وربط بيه خلاص. تضغط عليه بين البوكينج بالنسبه للبيشنت هو 1 ومني لا 1 تو ميني. بس ممكن تبقى 0، لا لازم يكون واحد. هو ممكن اصلا لازم لازم يكون، لازم يكون واحد على الاقل، لان ما ينفعش ما يكونش عنده. تمام، بالظبط. العكس بقى اللي هو بالنسبه دي، بالنسبه لده لازم 1 اونلي، مربوطه بواحد بس. او لا، مربوطه اكتر من واحد، لا مربوطه بواحد بس. البوكينج بيكون بتربط ببيشنت واحد، ولا انت شايف ايه؟ البيشنت ده مش ممكن يجي تاني ويحجز تاني؟ ممكن صح. طيب يبقى 1 نفس الفكرة في الهوسبيتال، انت عملتها وان بس، مع انها ممكن انا كده صح، خلاص يحصل حجز. 1 تو ميني يعني 1 تو ميني. تمام ماشي، هنيجي بقى على التيبل اللي بعده. انت ماشي بتحط فورين كي على البوكينج اي دي ديزاين ريليشن، تختار البوكينج الريليشن بالنسبة لدي الديتيلز بالنسبة للبوكينج لازم 1 اور ميني. ماشي تمام
وبالنسبه البوكينج بالنسبه لدي لازم تكون وان اونلي. ما ينفعش تتكرر مع واحده تانية. ديلز مربوطه بواحده بس من البوكينج دي، ولا ميني؟ هي ميني، ميني ممكن، ميني وان اور ميني، وان اور ميني، وان ميني افضل حل يعني. بص، هي البوكينج نفسه ممكن يحصل، البوكينج الواحد مش ممكن يحصل فيه أكتر من خدمة، أكتر من سيرفيس. انا اقصد ان الديتيلز دي تمام لازم تتربط على الاقل بواحده يعني، وان اور ميني. على الأقل بواحدة. ماشي صح. البوكينج لازم يكون فيه ديتيلز يعني، ما ينفعش زيرو، بالظبط. وان اور ميني تمام. ده كده احنا عملنا تو تيبلز وربطناهم بريليشن. لا لا استنى استنى، لا ينفع زيرو. ده انا زيرو ممكن حجزت وجيت وبقى لقيت ان انا مش محتاج اعمل حاجه، خلاص لا، مشيت، يبقى كنسل كنسلت الحجز او لغيت الحجز. بس كانسل بوكينج. ما هو الديتيلز صح، دي، بس ما انت كده الديتيلز دي بوكينج دي مربوطه، ممكن تكون رحت ناس، عملت اشاعه، رحت دخلت عياده، عملت ايمرجنسي، دخلت اوضه، ما دي كله هيتربط في التيبل ده، في السيرفيس دي. انت فاهمني؟ فهي كده مظبوطه. ماشي 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 تمام. كده احنا عملنا تيبل. اعتقد انك ممكن تعمل اكسبورت هنا في برنت، في كونفرت موديل، مش عارف الكونفرت موديل بيعمل ايه، هو هنا يحركها يغيرها مثلا، فيزيكال حلوة دي، حلوة فيزيكال، يعني يطلعها لك تقريبا تيبلز. مش عارف صراحة ما جربتهاش يعني. مثلا اكسبورت مثلا، مش عارف ممكن سيف انت سيف كنت عملتها سيف اس صح؟ في سيف اس طلعتها كنت عاملها سيف اس. ام دي ام 2 ان دي ام 2، مش عارف يعني لا لا اصلا. لا مش مشكلة، انت ما بعتها كنت بعتها بي دي اف صح؟ انا طلعتها ازاي بقى بي دي اف؟ اكسبورت، انا رجع تاني، جيت هنا كده وعملت اكسبورت، في عندك بي دي اف وبين جي، اكس بي دي اف حلو حلو جدا. انزل على الديسك توب. اوكي، كنترول اتش، ما ارفعها عندنا اتش. ده اللي احنا عملناه دلوقتي تمام. جميل الكلام ده، لو ده متاح للناس على اجهزتهم هيبقى حلو جدا، يعني هو على الماك عندنا فري، فدي حاجة جميلة الحمد لله. عارف صراحة يعني هو بيساعد يعني لحد ما يساعد شوية، وأنجز مني حبة حلوين يعني. الحاجات دي أصعبت عني شوية، حاولت إن أنا أتعامل على الإكسل، لقيت إن بياخد وقت كتير في موضوع البتاع ده اللي هو التجداول يعني. أنا عملت بس التجداول كانت بتاخد وقت شوية، فاهمني؟ طب ممكن كمان أكيد أكيد. تضيف لا لا نوتس اصلا، ممكن تضيف نوتس بقى، انت لو عايز تضيف نوتس مثلا هتضيف بقى، انت النوتس انت كنت عايز تحطها تقدر تضيف، تقدر تحط شيب زي ما انت عاوز، تحط الليشن عليها زي ما انتوا عايزين بقى يعني. جميل، ده هينفعنا في الدوكيومنتيشن كمان، هيبقى حلو جدا الصراحة. حلو. احنا ممكن نعمل شرط زي دي يتحط في البروجكت يكون كويس يعني، هيبقى لها جدا طبعا، ماشي. طب هتبين حاجة كتير. تمام، انا معاك ايه باذن الله يا ربنا، بقول لك انا معاك ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله يعني، الموضوع يكون سهل باذن الله. بإذن الله بإذن الله. استوب ريكورد بقى. اوكي ماشي، صح ريكوردينج. اوكي استنى، انا اسف.